تحية نضالية لجميع الأحرار أينما كانوا. المهم اليوم جيت ما عرفش منين نبدأ، ما فرانشمون ما عرفتش منين نبدأ. لي سكوندال بارتو، فضائح بارتو، باش ما عرفتش باش غادي نبدأ. وقيلا نبداو بقضية الإمبراطور، الإمبراطور هذاك اللي بابلو إسكوبار المغرب الكابون، اللي قال لك كان عايش في امبراطور هو جوست 3 ans 2 ans ناغيار، بغا نشريو له الكفن وبقى يقول لك غادي يموت وكذا ومنا وغادي يستشهد ومنا وكذا، ويدعي الحريه والكرامه ويجمع عليه قجله ديال الناس، المغرب ماشي دوله وكذا. واخا المهم خرج قال داك الشيء اللي قال. المهم انا المشكل دروك، المشكل وهو هاد الناس اللي راهم يدافعوا عليه، بحال واحد كيجي كيكتب لي واحد التعليق كيقول لي راه عنده الدراري، علاش جلول ما عندوش الدراري، المجاوي ما عندوش الدراري، علاش الناس اللي ضحات من قبل ما عندهاش الدراري، الناس اللي مشات لطازمامارت، اللي مشات لسد الزاكي، اللي مشات لقنيطره، لا هادوك ما عندهمش هادوك الدراري ولا. ولكن يا إما يا تكون حر يا تكون عبد عياش، على الأقل كان غير يسكت بعدا، ما يقولش هذاك التصريح. نقوله المضايقات أوكي، هو الصنديد عادل البداحي راكو شفتوا الفيديو اللي دار، داك الشيء اللي حكى هذاك هو الواقع ديال السجن اللي كان عارفوه حنا، وما عمرو ما كان الوضع في السجن في المغرب هو من أسوأ الى اكفس، ما كانش يعني شي حاجه جديده. وجاي هذاك بلا وجع عليه قال كان امبراطور وكذا ومنا ويهلل، تكون مالك حتى النخاع هذاك شي شغلك، بصح باش تجي تبقى تغلط الناس وتكذب عليهم وهذا وكل شيء، انت غير واحد المسترزق وغلط الناس. ونتمنى الناس اللي راهم يدافعين يدافعوا عليك يبدلوا المواقف ديالهم ويطلبوا المسامحه من الشعب المغربي ومن عادل البداحي، وما انت لي كارت ديالك سي فيني، انت يا كما نقولوا تي غريي كرامي، انت سي فيني، انت يا الى ماشي حتى مزبله التاريخ، الى مرحاض التاريخ. غادي نفوت دروك لواحد لهاد الكارثه هادي اللي راه حكاو عليها الاخوان، هاد الكارثه نتاع هاد القرار نتاع غلق المدن ولا ما هادي ولا، انا ما فهمتش، فضيحه على فضيحه وما فهمتش. انا بعدا ما مازال ما فهمتش كيفاش شعب كيتقبل الدل وحاجه مور حاجه، غير من اللي بدات الازمه ديال كورونا. شوفوا كيفاش عاملكم المخزن، الضرب بالعصا، المعمود، المجاعة، هرسوا لكم الكرارس، دقدقوكم في المدن، هاد المدن هادي اللي بعدا فرض عليهم اللي غلقها يا بلحها، هي بعدا المدن اللي ما كتحرك ساكن ولا تحتج ولا تخرج، وهي المدن المفقرة، هي المدن اللي وكلت الدق، بينما الحسيمة والريف وبعض المناطق في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ما عندهاش كاع هاد المشاكل، وهي اللي كتخرج تحتج. انا ما فهمتش انا مازال ما بغيتش نفهم انا واش كيتسناو. والمشكل تجي تقول لي الشعب ما واعيش، بصح هذيك الاصوات اللي عايشه في اوروبا وامريكا والدول في الخليج ولا المهم ما غاديش نسمي انا كاع الاماكن، غير هذوك الاصوات اللي زعما جايين كيقول لك باغيني وعيو الشعب، باغي توعي الشعب، قول جوج كلمات، قول لهم خرجوا الشارع، راك الا ما خرجت للشارع راه ما تصور حتى شي حاجه، وما تبقاوش تغلطوا الناس تقولوا لهم الحكومه، لان راه ما كاين لا حكومه لا والو. انا نمشي معاكم دقه بدقه، قاعد تقول لي الحكومه هي اللي نجحت في الانتخابات، واش وزاره الداخليه دارتها العداله والتنميه، واش هذيك وزاره الاوقاف والشؤون المافيوزيه دارتها العداله والتنميه، و
واش وزير العدالة والتنمية، واش وزير الخارجية العدالة والتنمية، وعلاش في الاجتماعات كيكون الملك؟ ياك يعني كيقولوا لكم ملكية برلمانية، الملك خصو ما يكونش كاع يكون، ولكن كاع السلطات عنده كلها. كتمشي للدول العربية كلها، ما يسمى الدول العربية الإسلامية، كتمشي للجزائر كتدخل المحكمة كيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، مصر بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء الدول إلا المغرب باسم صاحب الجلالة. إيوا ماشي هذا راه كاع كل شيء، كل شيء الدل للمجاعة، كل شيء كاع الأنواع الأخر نزلها عليكم، هذا نزلها عليكم النظام هذا، ومازال كتجي تبقى تقول لي يديروا لي، يبقاو يديروا لي في الفيديوهات ويجيو مناقشات وتذاكروا علاش اليسار وعلاش اليمين. ما كاين لا يسار لا يمين لا والو، كاين ملكيه مطلقه تاع القرون الوسطى. الملك هو له جميع السلطات كلش، حتى الدينيه، الدينيه كل شيء السلطات في يد الملك. ما تبقاش تكذبوا وتخلطوا الناس. العثماني لا دور له، ما عندوش حتى دور قواد حاشاكم، راه بزاف هادشي. ودروك جبدوا لكم عاود حاجه جديده، العفو. واش من عفو؟ العفو من واش تداروا دوك الناس بعدا ديجا؟ باش انا هادوك الناس الى هما طلبوا العفو يعني راه غادي يحاسبهم التاريخ، وغادي ما لا كونسيونس نتاعهم ما غاديش تكون مرتاح، عمرو ما غادي يرتاحوا. لان علاش تطلب العفو؟ انك قابل باللي هذيك الجريمه وانت داخل ما داير والو والو، خرجت على السبيطار ولا خرجت دير، كاين اللي خرج غير برا ما عندوش لا كارت ناسيونال في احداث الحسيمه صدق داوش ضربوه بعامين ثلاث سنين، كاين اللي خرج مشى يجي بغي يشري الدواء. راه حنا كنعرفوا ناس وحكاو لنا ناس بشهادات، راه ما عرفت الالاف نتاع اللاجئين الريف اللي كاينين دروك في اوروبا يتوساش اللي حكاو لنا على الاغتصابات وعلى هادشي. راه شوفوا غير واش تحكى عادل البداحي البارح، هذيك هي الحقيقه. ما تبقاوش تغلطوا الناس. انا ما كنبقاش نخاطب دروك اللي في المغرب، ما بقيتش نخاطبهم، ما نخاطبهمش، انا كنخاطب هادو الناس اللي على برا اللي كيبقاو يغلطوا الناس. قولوا لهم جوج كلمات، السلام عليكم، خرجوا للشارع، خرجوا للشارع للمطالبة. المطالبة ماشي بالحقوق تاعكم، اسقاط النظام، لان النظام هذا ما غاديش يتصلح، ما يمكنش، لانه هو كله فساد. معشش الاصلاح، راني قلتها بليزيور فوا، ملي كتبغي تسيق الدروج ما كتسيقهمش من تحت، كتسيقهم من فوق. راه يعني انايا كنطلب من الاخوان اللي في اوروبا وامريكا ولا جميع الدول جوج كلمات، خرجوا للشارع. وكنرفع التحيه للاخوان المناضلين اللي لداخل في المغرب، ومع ذلك كيديروا فيديوهات وكيعالجوا الفساد وكي يعني كيديروا داك الشيء اللي كيقدروا عليه، تسمع ان احنا عارفين احنا كيفاش الاعتقالات العشوائيه، وكيزيد عليها دروك الاعتقال ديال عمر الراضي حتى هو مانيش عارف واش غادي يلصقوا له، واش متهمه. كل مره كيجيبوا لكم، كل مره كيبريكو لكم شي حاجه، والشعب ساكت، والناس بارح بالسيارات والاخر، وسبحان الله المدن هذيك اللي ما كتخرجش هي اللي الاخر. وميم هذوك العياشه وانتم هما الوالا اللي غادي تمشيو للسجن، كيبدا بكم. تعلموا، هاو عبدو الفيفي، ها الزرواطي، ها راس القرونوي، كل مره يجلدوا لكم سميه، هما انتم هما اللي تخلصوا. الاحرار، الانسان الحر توجور يبقى حر، ما كاينش. وما نبغيش الناس يمشيو يعني يجيجيو هادو اللي غادي يخرجوا من السجن قبل ما يعرفوا الحقيقه، واش طلبوا العفو ولا خرجوا غير كانت باقيه لهم شهر ولا شهرين. ديجا في لا لوا انترناسيونال ولا لوا نتاع السجن فاش كيحكموا عليك شهر كيقلعوا لك اسبوع، لان ما يمكنش 3 سنين دير 3 سنين، غير المغرب اللي داير هذه نتاع 3 سنين. في جميع الدول كاينه اون سومان دو غراس، الا ما الا يعني ما كنت داير داك الشيء، يعني ما كديرش الفوضى وهذا. وتتفاصل المغرب السجناء ماشي هما اللي كيديروا الفوضى، راكم سمعتوا عادل البداح يحرشوا عليه المساجين يتوسا.
مافيا داخل في السجن، مخدرات، كل شيء. ومع ذلك مازال الناس وشوفوا هذا المشكل ديال الخطوط، هذه الخطوط، هذه الاخطبوط نتاع الطيران اللي راه تدي العباد الله في الخور، والناس مازال طامعه كيقول لك نمشي نعيد انايا. الله يعيدوا عليك، واش الله العظيم الا ماني عارف انايا واش باغي. ادل شعب على وجه الكره الارضيه، ادل شعب على، وكاين هضروا الا الجزائر، الا الجزائر، واش الجزائر هم مسوقه لك؟ لا الجزائر لا موريتانيا، كل شيء هادو احسن منك. وهذا اللي غادي يجي يقول لي لا الملكيه هي اللي تصلح للمغرب، وريني واش دارت لك هذه الملكيه. يلا العهد الجديد، ايوا 1999 المغرب كان 114% البشريه، دروك راه 123، 20 سنه واش دار؟ ما واش دار؟ وريني شي حاجه دايرها لك مزيانه من غير التجويع، القهر، ما كاين شي حاجه اللي انا ما عندي، ما كاينه حتى شي حاجه اللي يعطيوني من بعد. سيدي حنا اونفاجوتي لي بونج، ما نبقاوش كاع نهضروا، عطيونا غير العكس، وريونا، عطيونا غير التنميه البشريه باللي حسن، غير مشي دوله في الدول العربيه. سوريا، سوريا راك ما توليش بحال سوريا، راه ما يمكنش، ما تبقاوش تغلطوا الناس. سوريا احسن منك، ليبيا احسن منك، كل شيء الدول احسن منك، كل شيء الدول. راك في اسفل السافلين، تحت لتحت، راك الى في الموان تحت الصفر. ما تبقاوش تغلطوا الناس، تبقاو تحكيو لهم. وهذا وانا كنزيد كنوجه مره ثانيه للاخوان هادو اللي كيديروا الفيديوهات في خارج الوطن، ما تبقاوش تغلطوا الناس، تهضروا لهم على الانتخابات، لان المغرب ما فيهش انتخابات، ما يمكنش، ما يمكنش انتخابات. انتخابات تقول لي اسبانيا، واش الملك عنده في اسبانيا؟ الملك ما عنده حتى دور، يعني يسود ولا يحكم. في المغرب يسود ويحكم ويتمتع وكل و و و و و و و راه الواحد راه استسمح على الانفعال هذا. وتحياتي للأحرار.